مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ده كان مقدم من الحكومة نواب آخرين، وانتهى المجلس من مناقشة 22 مادة، ومن المنتظر إن هو يستكمل اليوم مناقشة باقي المواد. قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال جلسة امبارح إن هم حريصين على مشاركة العالم باحتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. أشار إلى إن مصر كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقيات اللي بترعى الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، وكمان إن الدستور المصري أقر حقوق هذه الفئة اللي بتحظى بكل التقدير والاحترام. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال سيادة النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية في البرلمان. أهلا بك يا سيادة النائب. أهلا بك أستاذ هشام. صباح الخير يا فندم. أهلا بسيادتك. أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. مبدئيا عايزين نعرف يعني توصلتوا لإيه امبارح والنهاردة هتستكملوا بناء على إيه فيما يتعلق بهذا الموضوع طبعا، وإعطاء كل ذي حق حقه من المواطنين وفقا للدستور والقانون، وإحنا بنتكلم على فئة ليست بالقليلة وفئة مهمة جدا وهي فئة فعالة في المجتمع بشكل كبير. حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم. الأول اسمح لي حضرتك أوجه تحية للدكتور علي عبد العال والسادة أعضاء مجلس النواب على مناقشتهم البناء امبارح في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللي انتهى المجلس أو أقره المجلس من حيث المادة، وانتهى من 22 مادة في هذا المشروع المكون من 77 مادة بالنسبة للمشروع المقدم من الحكومة، واللي اللجنة رأت أنهم يعني قلصتهم ل 55 مادة. الحقيقة هذا المشروع يعني كان حلم للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر منذ فترة طويلة. حضرتك تعلم أو الجميع يعلم أن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الكلام ده كان في 2007 وتم التصديق عليها في 2008، ومنذ ذلك التاريخ وهناك مناشدات من النشطاء والخبراء والمهتمين بمجال الإعاقة بضرورة إصدار قانون يفعل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أكد ذلك دستور 2014 بأنه تضمن مجموعة من النصوص تعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن على رأس هذه النصوص المادة 81 من الدستور اللي بتنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وترفيهيا وتعليميا، وتوفر لهم فرص العمل مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة ودمجهم في الحياة النيابية والسياسية عملا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. من هنا ظهرت الحاجة لوجود قانون للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا القانون بيتضمن مجموعة من الحقوق يعني كان الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بيطالبوا بيها منذ فترة طويلة من الزمن، لأنه الحقيقة كان الحق الوحيد اللي كان يخص الأشخاص ذوي الإعاقة منصوص عليه في القانون 39 لسنة 75 الخاصة بتأهيل المعاقين، وهذا الحق هو حق العمل اللي هو نسبة 5%. ما كناش بنسمع غير دي يا دكتور خالد. هي دي الوحيدة اللي كنا بنسمع عنها. باقي بنود القانون بتتمحور حوالين ايه؟ طبعا في حقوق زي ما انا قلت كده نص المادة 81 بنتكلم بقى حقوق صحية، حقوق تعليمية، حقوق اقتصادية، حقوق في السكن، حقوق في الـ في الـ في الـ في الحصول على السيارة، معفاة من الضرائب والرسوم والمصروفات، حق في الجمع بين الراتب والمعاش بدون حد أقصى، حق في الدمج التعليمي بالنسبة للأطفال الملتحقين بالمدارس من ذوي الإعاقة، حق ذوي الإعاقة في نسبة معينة داخل المدن الجامعية، حقهم في الالتحاق بأي كلية يرغبوا في الالتحاق ليها لأن دي كانت إشكالية أيضا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، حقهم أيضا في العمل ووجود أساليب مبتكرة للعمل لهم وتدريبهم على مهارات جديدة، أيضا إلزام أصحاب الأعمال بقبول نسبة 5% وخاصة قطاع الأعمال، لأن قطاع الأعمال فيه إشكالية، كشركات زي شركات الكهرباء والمية والبترول كانت لا تلتزم بتطبيق نسبة 5%، تشجيع أصحاب الأعمال على تشغيل عدد أكبر من نسبة 5% بمنح إعفاءات وحوافز ضريبية في حالة تشغيل عدد أكبر من نسبة 5%. القانون الحقيقة بمجموعة كبيرة من الحقوق ومن الطموحات اللي كان بيتمناها الأشخاص ذوي الإعاقة. طيب دكتور خالد، هل حضرتك بتخشى من عدم تطبيقه بهذه الصورة المثالية اللي حضراتكم اصطلحتوا عليها وانتم بتتناقشوا حوالين بنود هذا القانون أو مشروع القانون؟ احنا قلنا من 77 بقى 55، أكيد انتم هتدمجوا هذه الحقوق في نقط معينة
بتتخوف من عدم تطبيقها بالشكل الأمثل، ولا عندكم الضمانات اللي بتضمن لهؤلاء أن هم يعيشوا حياتهم بالشكل الطبيعي وفقا للقانون والدستور اللي هو أحد حقوقهم دلوقتي كمواطنين مصريين؟ لا، هو خليني اقول لحضرتك ان انت عشان تغير المجتمع كله ده امر بيحتاج لوقت طويل، وعشان تغير فكره وثقافته وتغير انه لابد انه يلتزم بامور معينه او يتعامل مع شخص ذو الاعاقه بشكل معين حتى في الشارع، اعتقد ان ده موضوع محتاج وقت كبير، واعتقد ان ده دور برضه. لا، هي النظره شيء يا دكتور خالد، وقوه القانون شيء تاني. لا، ما هو قوة القانون تحتاج أولا وعي مجتمعي بالقانون، تحتاج أن أنت يبقى في وعي بالقانون بشكل عام، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أن تحتاج إلى مسؤول عنده القدرة على تنفيذ القانون وعنده المرونة في تنفيذ هذا القانون. يعني النهاردة لما أجي أتكلم عن مسؤول وأنا شايف أن اللائحة التنفيذية من وجهة نظري هي أهم من القانون نفسه، لأن اللائحة التنفيذية ستتضمن الإجراءات والتيسيرات بشكل تفصيلي اللي تخليني أقدر أحصل على الخدمة. فإذا كانت اللائحة بها الكثير من التعقيدات الروتينية والبيروقراطية اللي احنا متعودين عليها، اعتقد ان ده قد يفقد القانون نفسه مضمون. هي اللائحه التنفيذيه حضراتكم اتكلمتوا فيها ولا لسه؟ لا، هو اللائحه التنفيذيه انا كمشرع ما ينفعش اتكلم فيها بشكل تفصيلي قبل ما تنتهي من وضع المواد المتفق عليها. احنا اتكلمنا طبعا، هو السيد رئيس الوزراء هو اللي عايز التنفيذيه بشكل رئيسي. وبعد كده هيبقى يعني احنا كنواب من حقنا نتابع هذه اللائحه ونتعرض ليها باعتبارها بتتضمن مجموعه من القرارات الاداريه، وهي في الاصل قرار اداري صدر عن السلطه التنفيذيه، يجوز لي انا كمشرع اطلب تعديله او ما الى ذلك. لكن هي الفكره انه حضرتك تعلم ان احنا دايما كبلد عندنا اجراءات بيروقراطيه معقده وشديده جدا، وتحتاج الى تيسير على الناس في كل حاجه، على فكره مش ذوي الاعاقه بس. ده اللي بيروح يحصل على اي المواطن العادي كمان. صحيح. المواطن عادي حضرتك لو رايح تعمل توكيل مثلا في الشارع العقاري بتعدي على 5-6 موظفين، واخد بال حضرتك؟ نعم. فالنهارده انا كشخص ذو اعاقه لا، انا محتاج الاجراءات تكون ميسره ليا اكتر بحيث ان انا اقدر احصل على الخدمه، والا يبقى هذا القانون ممكن بالفعل يعني، وده تخوفي الحقيقه، ان تكون هناك تعقيدات بيروقراطيه وروتينيه لا داعي لها تفقد هذا القانون مضمونه. يا رب ينتهي على خير. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. سياده النائب دكتور خالد حنفي، عضو اللجنه التشريعيه في البرلمان، كنت معنا هاتفيا تعقيبا على مناقشه مشروع قانون متعلق بحقوق ذوي الاعاقه. الف شكر لحضرتك.